نحن بطبيعة الحال سواء فيما يخص جلسات الحوار التي عايشناها في العشريات السابقة عندما كانت تفتح في دوريا هكذا من طرف السلطة أبواب أو جلسات كانت تسمى بجلسات الحوار بالتحاور مع المجتمع المدني والطبقة السياسية. وآنذاك نحن كنا نقول بأن الواقع الميداني أو الحوار الحقيقي يجب أن نعيشه ميدانيا. معناها نحن كتنظيمات نقابية عندما نجد بأن هناك حرية لممارسة العمل النقابي ميدانيا، عندما نلمس حرية التنظيم، عندما نلمس بأن هناك إرادة حقيقية لحماية الممثل النقابي، عندما نلمس بأن هناك وضع حد لممارسات مسؤولي القطاعات المختلفة والإدارة في التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي والتضييق على حرية التنظيم ومد يدها إلى المساس بحرية بالنقابيين والممثلين النقابيين. إذا هنا يصبح مسألة أننا نفتح هكذا دورات أو جلسات حوار، وفي الغالب أنها تنتهي باللا حدث، عمرنا ما وجدنا بأن الأمور تتواصل مسارها ويظهر أثرها الميداني. إذا هناك رواسب لعشريات نحن ولا زلنا اليوم ميدانيا نعيشها، نراها بأنها تعرقل أو لا تؤسس لجسور الثقة التي ممكن يتكلم عنها البعض. قلت نحن نرى بأن الأساس الأول لبناء جسور الثقة هو توفير جو ميداني يضفى عليه الحوار المحلي، الحوار على مستوى المؤسسات، الحوار بين الشركاء والقطاعات التي ينتموا إليها، فتح الباب للنقابات أنها تشارك في فضاءات الحوار الاجتماعي اللي هي مرتبطة بالشؤون الاجتماعية والشؤون الاقتصادية وبناء السياسات الاقتصادية في البلاد. وبالتالي ما نروح مباشرة إلى هذه الدوائر العملية نظن هي التي تعيد الثقة وتعيد الاطمئنان. وأكيد في يوم من الأيام عندما تفتح فضاءات على مستويات أعلى سيكون الانخراط فيها آليا، لأنهم لمسوا الثقة في الميدان وجسور الثقة بنيت في الميدان. إذا الواقع الميداني أنا أقول اليوم الظروف المعيشية الصعبة اللي راهم يعيشوها العمال بالخصوص، المواطن عموما والعامل بالخصوص، هي تهدد التماسك المجتمعي، تهدد الجبهة الاجتماعية، تهدد الاستقرار الداخلي، تهدد الـ يعني الـ الاستقرار على مستوى المؤسسات، تمس بالمنطلقات الأساسية للتنمية المستدامة، تمس بالمؤسسات يعني بالمؤسسات يعني المؤسسات التي العمومية بصفة عامة. ولذلك فنظن يجب أن نوجه الأنظار كيف، لأن العامل اليوم عندما لا يعطى له الاعتبار، عندما لا نعطي اعتبار لقيمة العمل، عندما العامل ما يقدرش يحدد يوفر قوت يومه، لا أظنه بأنه سيساهم في الإنتاج، لا أظنه بأنه سيساهم في الفعالية والنجاعة، وإنما سيكون يد هدم أكثر منها يد بناء. مرة أخرى أقول بأن المسألة الاجتماعية تحتاج قرارات ملموسة، قرارات مادية ملموسة. الزيادات الأخيرة فيما يخص النقاط الاستدلالية ولدت صدمة على المستوى المجتمع، ولذلك كل هذه الأشياء تمس بمسألة الثقة وتمس بمسألة بناء الجسور. إذن استراتيجية إعادة الثقة وبناء الجسور هي استراتيجية من المفروض الناس المختصين والناس الخبراء والمستشارين الفعليين اللي لازم يوضعوا أرضيات حقيقية للميدان حتى تعاد الثقة بالنسبة للعمال وبالنسبة للمواطن. لكن كان معنا السيد محمد الداوي يقول ربما الصبر فقط
الخير قادم وتعزيز الجبهة الداخلية، وهناك تحديات ويجب على هؤلاء أن يصبروا فقط. ما ردك على هذا؟ والله والله ماذا أقول؟ يعني أنا نظن بأن حتى أسلوب الخطاب وأسلوب تقديم المعلومة يجب أن يراجع، لأن يجب أن يعني سواء السياسيين أو النخبة يجب أن يعني أن تنتهج خطابا يعني يكون يعيد الثقة بالنسبة للمواطن. أنا نظن بأن المواطن هو المواطن المنخرط في سياقات سلمية. المواطن الآن حتى نحن كنقابات نحن نحبذ هيكلة المجتمع على الفوضى، نحن نحبذ الحركات الاحتجاجية التي المنظمة في أطر نقابية على الحركات الاحتجاجية اليوم التي تشجع ميدانيا بعيدا عن النقابات وتعطى لها الأهمية بعيدا عن النقابات، رغم أنها لا تقدم، رغم أنها تؤسس للفوضى وليس يعني للتنظيم ول يعني أساليب التفاوض والحوار. الإضراب هو أسلوب حوار، التفاوض هو من الحوار. وبالتالي عندما نضيق على النقابات، عندما نريد أن نفكك النقابات، عندما نهدد النقابيين، معناها نحن نفكك في فضاءات حوار. ولذلك أنا نقول بأن يجب أن نشجع يعني هيكلة المجتمع سواء على المستوى المجتمع على مستوى الأحياء أو على مستوى البلديات والولايات وعلى المستوى الوطني من خلال جمعيات، من خلال منظمات، ومن وهيكلة العمال عن طريق النقابات. مسألة الهيكلة الحقيقية تسهيل عملية التنظيم وحماية الممثل النقابي، معناها حماية حرية ممارسة العمل النقابي، هي التي تؤسس لنا لفضاءات حوار وفضاءات نقاش منظمة، وبالتالي انتشار الوعي، وبالتالي انتشار يعني الثقافة السلمية وثقافة التقدم وثقافة السلم من خلال حرية التعبير ومن خلال حرية ممارسة العمل النقابي اللي هي أساس الاستقرار وأساس التقدم وأساس السلم. نقول مرة أخرى بأن التنمية المستدامة لا تبنى هكذا بشعارات ولا تبنى بمناسبات، وإنما تبنى بممارسات فعلية، بتأسيس لفضاءات فعلية حقيقية يقودها مخلصين وناس عندهم مصداقية. لما يكون في الحي لنا مواطن يعني إنسان ذو مصداقية يهيكل الحي، نظن بأنه يصبح لدينا من مع من نتكلم وما هي الانشغالات الحقيقية الموجودة في الحي، كذلك في المجتمع، كذلك في المؤسسات العمالية. يجب أن تكون لدينا يعني وسائل معرفة الحقيقة في الميدان. عندما نضيق مثلا عن حرية التعبير أو حرية يعني يعني طرح المشاكل على مستوى الفضاءات الإعلامية أو على مستوى فتح أبواب الحوار والتفاوض على مستوى القطاعات وعلى مستوى بين الشركاء ومسؤولي القطاعات، نظن نحن نخسر في الوقت ونبتعد عن معرفة الحقيقة على مستوى الميدان، والتي هي أساس وضع استراتيجيات عمل حقيقية مع يعني نتحمل المسؤولية من أجل التأسيس لدولة الحق، دولة القانون، ودولة قوية اقتصاديا واجتماعيا إلى آخره.